اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير ترافولتا الكره المصريه، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور. انت اللي منور. سعداء جدا بوجودك معانا. واحنا كمان على طول دايما مع بعض. دايما الكبير ده بزن عشان ابقى معاك. لا ده شرف لينا يا كابتن حبيب. والله حبيب. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحقيقه يا كابتن قبل ما اتكلم معاك في الكوره، ولكن يعني كابتن شريف عبد المنعم يعني النادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم يعني متربي في النادي الاهلي من وانت صغير لغايه لما ربنا يديك العمر والصحه. يا رب. حاجه حلوه جدا النهارده، وده انا بعلمه لكل الشباب اللي عندنا، او يعني بقول لهم النادي الاهلي بيعمل ايه؟ ما حدث اليوم من تنازل النادي الاهلي عن اي حقوق تخصه في مباراه السوبر، في مباراه السله، في مباراه السوبر ما بين الاهلي والاتحاد في السله، اعتقد ان ده إن دل على شيء فبيدل على أولا العلاقات المحترمة ما بين الناديين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، ثانيا أن الأخلاق والمبادئ فوق أي بطولات. طبعا حتى الـ 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 الأهلي القمة، الأهلي مش فوق الجميع، لا أنا بحب الأهلي الوطن، الأهلي مسيرة مؤسسة كبيرة جدا من أول يوم من 1907، فيش جديد علينا يا كابتن اسلام. الاخلاق والمبادئ وحاليا التطوير وكل شيء بنتعلمه، وكل يوم بنتعلم دروس جديده مع النادي الاهلي. لما تسال اي حد عايش في النادي الاهلي او بيشتغل في النادي الاهلي او بيلعب في النادي الاهلي، بحب قوي كلمه لما بيطلع حد يقول لك النادي الاهلي بالنسبه لنا حياه. صح، حياه كمان مش سهله، حياه مليئه بالعطاء، حياه مليئه بالمثل والاخلاق والكلام من ده، ما نبقاش شعارات بس، وكمان لازم يبقى في افعال بتدل على كل ده. ف النادي الاهلي نادي كبير برموزه، كيان كبير جدا بكل، من اصغر عامل عندنا لاكبر حد مسؤول في النادي حقيقي، هو على نفس الوتيره. انا دايما اجي اقول لك على حاجه، انا ما بخش النادي الاهلي بحس ان انا داخل حرم. والله يا اسلام تحس ان كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه. صحيح. وايه اللي المفروض يعمله وايه اللي مش المفروض يعمله. ما بشوفش حد في النادي الاهلي مثلا يجي يعلي صوته شويه مثلا كعضو جمعيه عموميه ولا حاجه ولا. ولو حصل تحس ان ده مش هتشوفه تاني، او مش هتشوف الوضع ده تاني، او في حاجه احنا بالنسبه لنا بنبقى عارفين ايه السبب يعني. صحيح. فمش غريب على النادي الاهلي التصرف اللي حصل مع نادي الاتحاد ده. بل بالعكس، احنا حتى لما بنيجي نشتري لعيب او نعير لعيب او بيجي لنا لعيب اعاره، النادي الاهلي بيفتح صدره. النادي الاهلي بيبول على الطاق كمان بزياده، يقول لك اشمعنى هو اي حد رايح النادي الاهلي يساوي 20 و30 وجا، مش مشكله. خلي الناس تحس انها بتتعامل مع الكبير. الكبير دايما هو اللي بيبقى له كلمه وبيبقى له موقف، عشان كده هو ده النادي الاهلي. هو النادي الاهلي الحقيقه احترامه واخلاقه كلها من 1907 وحتى الان دائما ومع كل الانديه، يعني كل ما يقال بخصوص ان هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين انديه وكذا وكذا، اعتقد ان ده مش صحيح. هو في النهايه كل علاقتنا بكل، او علاقه النادي الاهلي بكل الانديه، هي علاقه كبيره جدا وعلاقه محترمه وعلاقه قايمه على الاحترام المتبادل، لكن مش هينفع تغلط فيا واسكت. ما فيش كمان، لو من اول ما احنا لعبنا او انا كنت في الناشئين وبعدين طلعت مع فريق مرتجي وكمال بيه حافظ، وكان في اتحاد الكوره كمان رموز كبيره جدا تعلمنا منها حاجات كتير. انا مثلا اتعلمت على ايد في الاتحاد اللي هو محب يوسف مثلا الله يرحمه، علمني ازاي البس وازاي شكل الناشئ يبقى عامل ازاي مواكب للمسيرة بتاعت النادي الأهلي. كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، عبد الصالح الوحش، الباشمهندس محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب، الناس دي كلها نفس الشكل ونفس السيناريو ونفس التفاهم لما تيجي كابتن محمود لما بيروح في أي حتة دلوقتي، يروح نادي الاتحاد، يروح الإسماعيلية، يروح في أي حتة، إيه الاستقبال وإيه صحيح وايه الشكل اللي احنا بنشوف، بيروح السعوديه، بنروح المغرب، بيروح شكل تاني خالص. كويس. ده بيمثل ايه؟ بيمثل النادي الاهلي. صحيح. احد الناس اللي هي رموز النادي الاهلي اللي الواحد يفتخر بيهم.
صحيح. انت وانت بتتفرج او انت انا واحد من الناس ببقى مبسوط ان انا زميلت الكابتن محمود الخطيب. طبعا زميلت الكابتن حسن حمدي كمان، كان ليا حظ ان انا لعبت معاه سنتين. بس كل ده والاداره شيء تاني، وانك انت تبقى مسؤول شيء ثالث. صحيح. لما انا حضرتك النهارده تيجي تكلمني يقول لي النادي الاهلي اتصرف تصرف، ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، اتربينا على ده على طول. ما ينفعش نطلع بره اللين، يعني ما حدش بيطلع بره الخط. صحيح. هو ده سبب وسر النجاح، سر البطولات كلها اللي موجوده دي يا اسلام، مش من فراغ يعني. لازم تبقى كويس، لازم تبقى الدكه بتحب اللي جوه. مش بس يعني الناس فاكره المكسب ده ان هو ال 11 بس اللي بيلعبوا في الملعب، لا، ده وراهم ناس كتيره قوي بتتمنى لهم الفوز. صحيح. ناس نفس النيه موجوده. لو في اي عمل النيه ما مش متكامله، من حجره اللبس على اذا كانت مؤسسه او اي حاجه، مفيش حاجه بتمشي. لازم النيه تبقى خالصه في كل حاجه. صحيح. لازم الصح فين واحنا بنمشي وراه. اعتقد النادي الاهلي هو الصح الكبير اللي بيحاول. حتى اقول لك على حاجه، انا لو ما اعرفش انما هشوف ايه الصح وهعمله، هحتذي بيه وهنتهي بيه. مش كده يقول لك انت النادي الاهلي من حيث ينتهي كل الناس تبتدي يعني. حاجات كتير قوي، موسم كتير قوي، وعلامات كتير قوي في حياتنا احنا كنادي اهلي. انا في حياتي الشخصيه تصرفات النادي الاهلي معايا لا تعد ولا تحصى. انا افتكر يا كابتن من يعني 3 سنين كده، انا اسف قبل عشان بس ما انساش، من 3 4 سنين انا وحضرتك كنا قبل ما يحدث التطوير، كنا في استوديو تحليلي احد الاستوديوهات، او في كنا في مقابله، كنت انا مذيع في قناه الاهلي، وحضرتك قلت لي البنك النادي الاهلي ده عامل زي البنك الاهلي. ايوه فاكر. رصيدك موجود تروح تاخد منه، محدش يقدر يقفل رصيدك. ايوه، انت اللي تقدر تقفل رصيدك بايدك. صحيح. في حالات هو عامل زي بنك، مش لا هو بنك بجد. عطاء وحسابك مفتوح طول الحياه فيه. صحيح. طول ما انت جواه وعارف حدودك فين وشكلك فين وموقعك فين، وقلت لك جنبه، وكل منا في موقعه، كل واحد بيأدي في حياته في الحته المرسومه ليه، او الحته اللي هو يقدر يكون فيها بيساعد. انا واحد من الناس قعدت فتره بساعد ازاي، مشاهد مع الجماهير. صحيح. بشجع في الاستادات، يعني بروح الاستاد واشجع، وما كانش لي اي دور اعلامي او كان لي اي حاجه. بروح النادي، بروح اتكلم مع ناشئين، بروح اتكلم مع اي لعيب من الدرجه الاولى، اقول له يوه يا ما حصل لنا، يا ما جرالنا، يا ما لعيبه كبيره كانت تيجي تقول لي نفس الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي. هي رسائل. صحيح. رساله بتبقى في الحياه كلها. المحظوظ اللي يسمع، او المحظوظ اللي انا يقف في ايدي مثلا، او انا حد ينصحني. كابتن صالح سليم ياما نصحني. صحيح. وكل حاجه قالها ما نزلتش الارض. مظبوط. كره يا شريف هتعمل كده. صحيح. خد بالك، خد منها قد على قد ما تقدر. صحيح. لعيبه بقول لهم انا دلوقتي، انتوا دلوقتي في وضع يسمح لكم انكم تاخدوا احسن حاجه، احسن. ما تخليش الوقت يسرقكم، ما تخليش تقول يا ريتني، يا ريتني. دي في الكوره بتبقى صعبه قوي. احنا ما عندناش حاجه غير كل شيء واضح. والبنك اللي بيتكلم عليه كابتن شريف، انا شفته امبارح. امبارح كنا في مسرحيه تقدر، وهذه المسرحيه عاملاها قنوات مدرستنا علشان مع الشركه المتحده، وعاملينها علشان احياء تراث المسرح المدرسي. مسرح مدرسي. فالكابتن شريف اللي كان بيتكلم عليه امبارح، او اللي النهارده بيتكلم عليه انا وهو، اللي هو البنك، هو ده. لما الكابتن شريف امبارح راح هذه الحفله، انا كنت موجود طبعا وشفت الكابتن شريف. كل الناس رايحه تسلم على الكابتن شريف، كل الناس رايحه تتصور مع الكابتن شريف، كل الناس رايحه تشوف الكابتن شريف، ما بين ممثلين كبار وما بين مسؤولين هنا وهنا وهنا. ففي النهايه هو ده البنك اللي بيتكلم عنه الكابتن شريف، البنك اللي هو حب الناس ليك كلاعب في النادي الاهلي، او كنجم في النادي الاهلي، اتربيت داخل النادي الاهلي وشفت النادي الاهلي. انا بالنسبه لي النهارده وانا قاعد بشوف الكابتن شريف امبارح واللي بيحصل معاه، كنت سعيد جدا 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 باللي بيحصل، لانه في النهايه هو ده البنك اللي حضرتك يعني البنك اللي حضرتك بتتكلم عنه، هو ده اللي احنا بننتظره. ده المردود، او ده الشكل على قد الناس يعني ازاي بتحترم مسيرتك كمان، وانت قدرت تتاثر فيهم او حاجه زي كده. صحيح. زي الناس اللي احنا رحنا اتفرجنا عليهم امبارح، ده حدث عالمي. احنا اتفرجنا على حدث عالمي يزو بيه اي مصري. صحيح. انا شفت حاجه بتتعمل لمحمد صلاح، بطلب من محمد صلاح
انه لازم يشوف اللي اتعمل له. تحضير محمد صلاح وفهم الهولوجرام ده قصه يعني تحضير عقرية. محمد صلاح ونجيب محفوظ وتراث مصر كله العظيم انه يتعمل في شورت، يعني بنسميه شورت ويف، يعني شورت تايم. احنا نتفرج على كل اللي احنا شفناه ده بالتكنولوجيا العالميه دي اللي احنا شفناها. الحقيقه انا وانا قاعد بسلم على سياده الوزير فبقول له حدث عالمي ونفخر بيه كلنا وبنشكركم الحقيقه. يعني كنا بنشكرهم واحنا واقفين. هي مسرحيه كانت حلوه قوي امبارح الحقيقه. انا ما كنتش عايز تخلص. تقدر دي مسرحيه حلوه جدا. انا قاعد مش عايزه تخلص. وبتعلمنا او بتسمعنا او بتعرفنا بتاريخ بلدنا كاملا ومرسوم بقى قدامك مع بقى من النجوم الكبار اللي موجودين في حاجه محترمه جدا. ولكن زي ما قلت لحضرتك البنك اللي احنا دايما بندور عليه هو ده اللي انا شفته مع حضرتك امبارح، وهو ده اللي فكرني على فكره واحنا قاعدين امبارح. انا افتكرت الكلمه اللي حضرتك قلتها لي عشان كده اما لقيت ان مع حضرتك كنت معايا النهارده وتشرفت بوجودك معايا النهارده عرفت قلت ان انا هتكلم في هذا الامر، هتكلم في ان البنك ده من اللي بنشوفه من مواقف النادي الاهلي المختلفه في كل شيء. هتقول لي هنتكلم في الكوره، هنتكلم في الكوره وهنتكلم في كل حاجه، ولكن مثل هذه المواقف هي اللي يجب ان يعلمها الجميع. عندنا اجيال كلنا زائلون. البنك موجود يظل دائما النادي الاهلي طبعا. يفضل النادي هو صحيح. اللي موجود صحيح. كل الاجيال اللي عدت علينا كلنا صحيح. واحنا رايحين برضو، فاللي بيقدر يستثمر حقيقي. الوقت مع القمه الغاليه اللي هو الاهلي حياتنا كلنا حقيقي. هو ده اللي يقدر طيب. يعمل لنفسه. بما اننا بنتكلم في هذا الموضوع الحقيقه برضو في تقديم كريستو لاعب النادي الاهلي الجديد القادم من النجم الساحلي علي معلول بعت له رساله مهمه جدا 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 من خلال التقديم. وانا بأهني المركز الاعلامي للنادي الاهلي على اختياره لكيفيه تقديم كريستو للاعلام في مصر ولجمهور النادي الاهلي في مصر الحقيقه من خلال فيديو كان جميل جدا وعلي معلول اتكلم عنه. طيب. علي جميل ورساله جميله، ومره ثانيه بأهني المركز الاعلامي الحقيقه او صاحب هذه الفكره على اختياره للكلام واختياره لعلي معلول. علي معلول محترف كمان حقيقي، من احسن الناس المحترفين اللي هم احنا اتعاملنا معاهم الحقيقه، لعبا واخلاقا وكل شيء صحيح. وبيقول له هتعيش اجمل لحظاتك اللي حضرتك بتتكلم فيه برضه. البنك برضه يعني علي واضح ان هو نضوجه وخبرته حقيقي بيحاول يوصلها له، وده اللي انا لسه بقوله لك. احنا بيبقى حظنا كويس لو قابلنا حد، يعني انا قابلت مثلا حسين الشحات او قابلت قفشه او بقابل الناس والله بنتكلم من القلب معاهم. او لما بيبقى عندنا استوديو طبعا بيبقى عندي استوديو ساعات بوجه رسائل كده اقول لهم. ولما ماتش بيراميدز عوده الثقه بتاعتهم يا اسلام وماتش كبير قوي قلت لهم شكرا وغنيت لهم. كنا لما عملنا القاع امبارح ايه الماتش الحلو ايه ده غنيت لهم في الاستوديو. ايه المباراه وايه الفوز الحلو ده صحيح. بنقول لهم لما بتبقى في تحمل مسؤوليه وفي ثقه وفي احترام للجماهير. وعشان كده الراجل زي ما انت قلت وقدمته النهارده خد التيشيرت وراح لغايه الناس انتوا على راسي من فوق. حاجه جميله جدا. قفشه عايشه وحاسه. قفشه ده راجل جميل عايشه وحاسه حقيقي. الناس اللي بتتهز دي في المدرجات الواحد جسمه بيقشعر وهو بيتفرج عليهم ويتمنى انه يرجع يلعب تاني ولو خمس دقائق عشان الناس دي. فهي فرصه زي ما انت بتقول، فرصه للنجم الجديد اللي داخل علينا. كل المؤشرات بتقول انه سريع جدا ولعيب كويس جدا. ربنا يحفظه من الاصابات. ربنا يكرمه. ربنا يحفظه من الاصابات اولا، ويبقى زي علي معلول على الاقل. مش عايزين اكتر من كده. مش عايز لا طماع. علي معلول علي بس ده يعني فاداء علي واحترافيه علي حقيقي. وتونس كلها عزيزه علينا كلها بنحبها جدا والمغرب حقيقي. يعني احنا بنحب شمال افريقيا كله الحقيقه. ف مستبشرين خير باذن الله. طيب نتكلم كوره بقى شويه. لانه انا النهارده مبسوط جدا والله يا كابتن وسعيد جدا 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 بهذه اللفته اللي حصلت من مجلس اداره النادي الاهلي. ويعني وعايزه يعني عايز اعلم مش انا اللي بعلمهم، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي بيعلم كل هذه الاجيال. في النهايه قبل بس ما اقفل الموضوع ده، ان البطولات ان الاخلاق والمبادئ اهم من البطولات واهم من اي شيء، وان الجماهير هي أفضل شيء في هذه المنظومة. خدوا بال حضراتكم، حضراتكم جمهور النادي الأهلي وجماهير نادي الاتحاد وجماهير الأندية الشعبية الكبيرة كلها أفضل ما في هذه المنظومة الحقيقة.
عندنا اتحاد كرة زي ما انتم شايفين، عندنا اعلام زي ما انتم شايفين، عندنا كذا وكذا زي ما حضراتكم شايفين، ولكن يظل دائما جمهور النادي الاهلي له وضع خاص وله بريق خاص. فانا مره اخرى انا بشكر بحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي على هذه اللفته الرائعه. شكرا جزيلا يا كابتن محمود، شكرا جزيلا لمجلس اداره النادي الاهلي. كابتن شريف، مباراه ام بي كسبنا 2-0 الشوط الثاني، حضرتك كنت في الاستوديو الشوط الثاني تحديدا، كنا عاملين شوط رائع بكل المقاييس، ولكن انا عايز اتخطى مباراه ام بي ونتكلم عن اللي جاي. فارق 5 نقاط، في البعض شايف انه خلاص الموضوع خلص وبتاع، ولكن لسه بدري جدا يا كابتن، لسه بدري جدا جدا جدا. الموضوع خلص لو بصيت في ورقتك فقط. نعم، بص بصش ورا ظهرنا. كنت قاعد مع دكتور سعد شلبي بقول له ايه؟ قال لي طول عمرنا بنبص في ورقتنا، مالناش دعوه بحد. صحيح، احنا طول عمرنا بنكسب، احنا مالناش دعوه اللي ورانا عمل ايه، كسب خسر احنا بنشوف ورقتنا. صحيح، فعجبني الحوار ده الحقيقه، وكررته في الاستوديو وبكرره تاني دلوقتي، لان انا مقتنع بالكلام ده. مقتنع بالتحرر اللي حصل الجميل، والثقه وعوده الثقه والتهديف اللي اللعيبه هم اللي عملوها. مفيش حد، المدير الفني ممكن يا اسلام يقول لنا اي حاجه، انما انا كديانج اخد الكوره واعدي ومحمد شريف يفتح لي واكمل، ده تحرر وثقه. انا عايز اعمل حاجه، فعمل حاجه فربنا كافئه وعملها حلو قوي. قفشه حاسس بالبنالتي اللي راح مثلا ومتجاوز وخد الكوره وقفش، ربنا عوضه بالجول ده ورقص الجول وجاب جول. لعيب في الملعب بتلاقيه بيلعب كذا مكان مش مكانه، هو مكان قفشه هنا، وحمدي فتحي ما كان بيروح يجيب جوان في راس حربه، كنا بنقول حمدي فتحي صحيح ايه اللي جابه هنا. هو ده الروح اللي انت بتتكلم عنها، روح التيشيرت الاحمر، اللي هو مش عارفين مين بيلعب رايت ومين بيلعب ليفت، والحكايه مين بيدافع. شفت السوليه راجع عامل ازاي في ماتشين؟ هايل ما شاء الله، الله اكبر يعني. ف هو ده تصويبات وبتاع، تحرر وتنوع في الاداء يخليك ترجع تقول ايه؟ ايه المدير الفني ده؟ ده عمل ايه السحر اللي عمله في 48 ساعه يعني؟ ايه اللي غير الدنيا دي كلها؟ اكيد في فيديوهات بتتعمل، في كل واحد بيشوف شغله، اجهزه فنيه قاعده، كل واحد عارف ايه اللي خلانا تعادلنا او ايه اللي خلانا احنا خارجين بره الحكايه. اي نعم، احنا بنقابل اصابات كتير قوي، انا مؤمن ان لعنه اي فرقه هي الاصابات. برافو عليك، وانا ده كان سؤالي، انه على الرغم من الاصابات كتيره جدا، ولكن في الماتشين اللي فاتوا الحمد لله كل واحد لعب تحمل المسؤوليه، تحمل المسؤوليه وادى اللي عنده كمان. انت ليه بخيل على نفسك؟ هو انا الكره ساعات احنا، انا جت عليا سنه نص سنه كره قافله معايا، مش عارف ادافع ولا هاجم، ولا الدنيا اتلخبطت معايا. انا طول عمري بدافع واخد الكره من ورا وارجع واروح، انما الحكايه ما كانتش ماشيه، فلقيت نفسي هو في ايه؟ وبعدين قلت حكايه ان انا بحرز اهداف كمان، انا ما اعرفش اطلع من غير ماتش الا لازم اكون جايب لي على الاقل جول. فضلت اقعد مع نفسي كده، قعد معايا كابتن مصطفى عبده قال لي تعالى في ايه؟ قلت له ما اعرفش، مش عارف، ما انا مش عارف في ايه؟ الظاهر المدرب لما اتغير انا الدنيا اتغيرت معايا. قال لي بقول لك ايه؟ روح كده انزل مختص وبتاع وما اعرفش ايه، واتمرن وارجع بلياقتك، هي دي اللي هتجيبك في كل حاجه. كابتن مصطفى عبده اللي قالك. قلت له طيب نتمرن، ما انا بقى ياخدني نفتح انا وهو نعمل ال 100 متر بس بنص الملعب. نص الملعب هو اسرع مني طبعا في الستارتنج، ما عرفتش ان انا رجعت لعبت كره ثانيه اما لحقته. اوكي. فكانت حاجات احنا حتى الخبره اللي بيبقى اللعيب الكبير اللي في وسط الملعب هو اللي يقدر ياخد بايدك، هو ده اللي انا شايفه في الملعب. شايف من اول الشناوي ورا لغايه سليه لغايه معلول والناس اللي هي بتلعب وليها وقت باع كبير قوي في الملعب دلوقتي، ابتدوا يقعدوا مع بعض، ابتدوا الكره تروح من واحد يا اسلام الاقي الثاني هو اللي راح يجيبها. صح، مفيش مسميات انا بلعب هنا ولا ده اللي بيلعب هنا، قفشه راح هناك الاقي محمد شريف راح رجع لورا عشان يدافع، او اذا كان شادي مثلا بيلعب بيرجع شادي اقول له يا عم انا عايز عمق هجومي، انما هي اصول اللعبه وشكل اللعبه هو اللي خلاها، هو اللي خلاها كده. صح، هو اللي بيخليه زي كده. صح، فاللعيبه حصل لهم تحرر مع بعض واندماج مع بعض وهارموني مع بعض، ده اللي انا عجبني في الماتشين اللي فاتوا. اللي بدعي فيه ان نفس الروح تبقى موجوده باللي قاعدين على الخط باللي جوه. طيب
ويكملوا الماتش اللي جاي ده اهم حاجه. انا عايز اقول لك حاجه، ان شاء الله لو عديت الماتش الجاي انت عديت مسافه كبيره قوي زي ما انت بتقول، لسه بدري، لسه بدري فعلا، لسه بدري جدا. انت عندك مباراه الزمالك هي دي طبعا الفيصل، والمباراه اللي جايه المباراتين دول لسه طبعا ماتش الزمالك ده يوم 21. المباراتين دول بالنسبه لي انا خطوه كبيره جدا ناحيه الدوري. ماشي، ما اعرفش، انا بشوف ان لا برضو ما زالت الامور لسه بدري مهما كانت النتيجه في المباراتين دول. لا لسه جاي، لسه اللي جاي كتير جدا يا كابتن. المجهول يا كابتن. نعم، اللي جاي كتير من المجهول. من المجهول طبعا، انت عارف المجهول ده طبعا. طبعا المجهول اللي احنا ايه، كل المجهول اللي هو الحكام والاصابات والميديا والبتاع يعني. دي بالظبط، وفرقه احنا سايبه ايديها، وفرقه بتلعب مضغوط عليها، وفرقه مش عارفه تاخد حقها. ولكن فرقه ما بيتعادلهاش البينالتي بتاعها مثلا ولا الكوره بتاعتها، ولو جه عليك كوره يرجعوها في ثانيه ومثبتينها. صح، مش اساسها فين وشكلها فين. صح، الدنيا كانت عامله ازاي. صح صح، فبالتالي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لسه بدري وكل حاجه، ولكن في النهايه عندنا ماتش يوم الخميس مع النادي المصري، ماتش مهم وماتش صعب في نفس الوقت، مع فريق بيكسب بقاله 3 4 ماتشات، ومدير فني كبير كابتن حسام حسن. مدير فني عنده نيرف، عنده اساس انه مبدأه انه ما يخسرش. لكن لعيبه النادي الاهلي فاهمه يا كابتن اسلام، فاهمه. نعم، كويس قوي الموقف شكله ايه، وبتتعامل في كل مباراه على حده، عارفه الاسلوب اللي كل الفرق بتلعبه. فانا بعد الماتشين اللي فاتوا الحقيقه خلاص، يعني ساعات ربنا ما بيحب حد بيوري له الطريق. صح، فاعتقد ان اللعيبه عرفت خلاص الطريق مع الجماهير، الطريق في الملعب شكله ايه، الطريق باسم النادي الاهلي شكله ايه، باسمهم بشخصيتهم. فيا رب يعني المباراه الجايه تبقى بنفس الاسلوب والتعامل من المرتين اللي فاتوا دول، يعني يا رب ان شاء الله. طيب من الناحيه الفنيه المباراه اللي جايه، مش عايزين نضغط على اللعيبه، ولكن الحقيقه مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي طول ما هو كويس وهناك عداله تحكيميه للفريقين، عداله تحكيميه يعني للنادي الاهلي وللنادي المصري. طول عمرنا احنا داخل فينا ضربات جزاء، وداخل فينا جوان، واحنا عوضنا وتعادلنا وعملنا، يعني احنا ماشيين في مسيره طبيعيه جدا زي اي فريق في الدوري يعني. صحيح، يعني ما بالنسبه لعيبه النادي الاهلي خلاص عرفوا الدرس، لازم يجيب جون ويغطيه. برافو عليك يا كابتن، هو ده كده. هو ده جون البدري، وترقص وتاخد واحد وتعدي واثنين وثلاثه وتشوط، والضربات الثابته هي اساس نجاحك. كل حاجه الملعب بينور بعد اول هدف، ولو بدري كمان بيفرق، بدري بيفرق كتير قوي. بس ثبت التيم بقى يا كابتن باللعيبه اللي هي موجوده عندك، اللي هي ماشيه، اللي الكوره معاهم. هقولها لك انا بس، انا اكيد الجمهور واقع. حسين الشحات، احمد عبد القادر، وفيرود اللي حضرتك بتختاره، وقفشه تحتيهم، وعندك سوليا وديانج لغايه لما حمدي ما اعرفش موجود ولا لا، والاربعه التانيين لا ان شاء الله موجود، والاربعه موجودين، وحارس المرمى عندك. ابتدي بالقوه الجامده بتاعتك، بعد ما تكسب اعمل اللي انت عايزه. هم دول انا بحس فيهم ان هم في اي وقت اي حد من الاسماء اللي انا قلتها دي يقدر يكسب. خلي بالك، هو انا متخيل ان المباراه اللي جايه قد يكون انا ما اعرفش، قد يكون فيها، لا بالعكس قد يكون فيها ليه، لانه التثبيت، لانه المسافه طويله ما بين الماتش ده والماتش ده. وخدوا يومين اجازه، خدوا يومين اجازه وبتاع، فتلاقي اللعيبه برضو شموا نفسهم مره تانية مع الاداء الحلو اللي هم عاملينه في المباراتين الاخيرتين. اعتقد ان ده فارق. وخلي بالك ده يرجعك برضو كفريق ان انت تقعد تفكر بقى كلاعيب. هو لسه بدري قوي يا جماعه، ده لسه 23 مباراه الدوري. لسه بدري على العدد، لسه بدري يا كابتن، بس في حاجات بتخليك ايه، طول ما انت ماشي كويس اعتقد ان اللي بيحاول يلحق بيك، يعني عندك بيراميدز مثلا، مش بيراميدز بتنافسك على الدوري. لما بتكسبها بتكسبها مكسب كويس قوي، بتكسبها في كاس ولا بتكسبها في الدوري او اي حاجه، بتفرق كتير جدا. خلاص بقى بيقول لك الماتش اللي انا بتمناه خسرته. بتحصل حاله ايه؟ زهد. يعني ما انا رايح العب الاهلي النهارده، ما كسبتش الاهلي، ما فيش اي حاجه مع الاهلي. صحيح، خلاص ما خلاص، ما هو ده انا مستني اعوض ازاي؟ هو ده اليوم اللي انا لقيت الاهلي اكثر شراسه، اكثر اداء، نتيجه كمان. فبيعمل احباط لاي حد بيحاول يكون معاك السنه دي، وخاصة في الدوري العام. شايف المنافسة أو المواجهة ما بين كابتن حسام حسن ومستر كولر إزاي في المباراة القادمة؟ كولر، مستر كولر. يعني مستر كولر ماتشه
هلو هلو انا درس المصري بيلعب ازاي وشوف المفاتيح بتاعته ازاي. اهم حاجه احنا اعتقد مستر كولر بيعمل حسابها القوه بتاعت اي فرقه انت بتلعبها. ساعات بيلعب تلت ملعب لما بيكون بيلعب فرقه كويس قوي، بيعمل كونتر اتاك بتاعته الاسرع اللي هو بيراميدز حضرتك اللي هو مثلا يوم زي ما لعب مع بيراميدز، ساعات بيسيب الاستحواذ للناس واول انت من الكوره بتستلمها اطرافك بتشتغل جيده جدا، خاصه زي ما انت نويت محمد هاني هايل هايل الماتشين اللي فاتوا دول هايل، شايل مسؤوليه اكرم وكريم اصابتهم يعني. الدنيا كلها حابه انها تبقى ستاندنج اب، يعني كل اللعيبه انا حاسس ان هي مستر كولر خلاها على اتم الاستعداد لاي حاجه تحصل حقيقي، يعني من ربيعه الولاد الناشئين اللي احنا بيطلعوا لنا، يعني الف سلام على كوكا، اعتقد انه بقى كويس، عايزين نطمن الناس عليه برضه. لا كويس زي الفل الحمد لله، الحمد لله مش حاجه، الكوره جت تمام. فكل الولاد حتى الولاد الناشئين اللي موجودين في قطاع الناشئين، انا بروح اتفرج كده يا كابتن اسلام غير ما اطول عليك، الحقيقه عندنا قاعده من اللاعبين دلوقتي انت هتفاجئ بيها في ظرف سنه او سنتين، انت مش هتحتاج لاي حد. والله انا بحكي لك بجد. انا بروح وبتفرج، انا عارف، انا بشوف، شفت 2006 انبهرت بيهم من يومين، 2003 مستوى هايل، 2001 كل الفرقه طبعا متاخده مع الدرجه الاولى، والولاد اللي موجودين فيهم 3 4 5 لعيبه جيدين جدا. ايوه حتى القطاع واقف على رجليه كويس قوي، وده اللي بسطني جدا. لما بروح انا هناك خلاص يعني بكلم الولاد حتى اقول له ما تشد بقى عشان عايز اشوفك فوق، ما تشد الاول. فانت خلاص قربت، انت لازم برضو يبقى في حاله تدعيم والكلام من ده. فالدنيا ماشيه ما شاء الله، الله اكبر، يعني عايزين السنه دي بقى نعدي وناخد الدوري ونعمل حاجه حلوه في كاس عالم الانديه باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. والكاس احنا في وضع كويس، هي بطوله كمان جنب بطوله السوبر اللي احنا خدناها، وده العادي الطبيعي، هتلاقي القطر ماشي في سكته الطبيعيه. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا النهارده، دايما بنزعجك معانا ولكن بنتشرف بوجودك. بشكرك دايما. النهارده وامبارح ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف لينا. انا بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم.